حش سليمان ديجيتال تولز اكسبرت فروم لال لبنيز الترناتيف ليرنينج. هالفيديو هنا جزء من المدرس بروجكت ومن خلاله رح نتعرف سوا على ديفرنت اونلاين تولز وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على كابري كلاود او بنسميها بكابري اكسبرس. كابري اكسبرس هي أداة بنستخدمها للماث او رياضيات، من خلالها بقدر استعملها كآلة حاسبة او كالكوليتر. حتى هيدي الآلة الحاسبة فيني استخدمها للرسم البيانة او بقدر استخدمها كمان للهندسة وللإكويجن اديتر. خلينا نشوف كيف. اول شي مفوت على www.cabri.com، نكبس على launch كابري اكسبرس. من نقي إذا نحن بدنا كابري إكسبرس أو كابري إكسبرس برايمري، رح نقي كابري إكسبرس برايمري. وهيك منكون فتنا على الجرافيك كالكوليتر. قبل ما نستخدم الجرافيك كالكوليتر رح نشوف مع بعض كيف فينا نخلق نشاط بيقدروا التلميذ من خلاله يعملوا 3D shapes. رح نكبس على المثلث، من نقي سكوير أو مربع، وهون فينا نخلي التلاميذ يشتغلوا مع بعض حتى يعرفوا او يقدروا يحسبوا كم مربع هن بحاجة حتى يقدروا يعملوا الـ 3D shapes. وبصيروا يحطوا المربعات حد بعض ويجربوا يحذروا كم مربع لازم نحط نقدر نعمل 3D shape. وبس يخلصوا بيقدروا يحركوا المربع تيشوفوا كيف بصير شكله من غير جهة، وبيكبسوا على نت تيقدروا يبلشوا يخلقوا الـ 3D shape. إذا كبسنا مرتين على المربع بقدر غير لونه للمربع مثل ما شايفين هون. وهلأ ببلشوا بيخلقوا المكعب من خلال أنه يكبسوا على كل مربع ويعلوه أو يحركوه بطريقة يتماسكوا كل المربعات مع بعض ويصير عنا 3D shape مثل ما شايفين هون. حتى انه عنا مكعبات موجودة جاهزة خالصة فيني كمان استخدمها بهيدي الاداة. وهلأ كمان من خلال هيدي الاداة بيقدر التلاميذ يتعرفوا سوا على مختلف الانواع من الخطوط او اللاينز. نكبس على النقطة وبيبين عنا مختلف انواع من الخطوط، مثلا عنا segment، فينا كمان يعملوا line، فينا يعملوا parallel lines او perpendicular. وكل اللي عليهم يعملوا انه بس يكبسوا على اللاين اللي حدوا تيقدروا يخلقوا اللاين اللي مقابله. وهيك بيقدروا التلاميذ يعملوا كتير نشاطات، مثلا فين يكونوا عم يشتغلوا على دفاترهم وتطلبوا منهم انه يرسموا هيدول اللاينز، فبيستعملوا هيدي الاداة ليبينوا هول اللاينز. وحتى كمان بيقدروا يستخدموا الكمبس. اذا ما عندهم كمبس بين ايديهم بيقدروا يستخدموا كمبس أونلاين حتى يقدروا يخلقوا أو يرسموا سيركل أو دائرة، وبيقدروا كمان يحطوا دائرة بطرق مختلفة مش بس من الكومبس. يعني هيك بنكون عم نعمل نشاطات حسب المرحلة اللي وصل لها كل تلميذ. حتى كمان فيني ارسم مثلثات او تراينجلز من خلال هيدي الاداة. يعني الحلو هون انا فيني استخدم هيدي الاداة حتى اقيس طول كل سايد واطلب من التلاميذ يا هن يقيسوه او حتى هن يلاقوا مثلا الاريا تبعت هيدي التراينجل او الباريميتر لهيدي التراينجل او المثلث اللي هن عم يشتغلوا عليه. حتى كمان فيني اخلق تكست، يعني فيني اكتب تعليمات لهذا النشاط على هيدي الأداة، وبكتب مثلا draw a circle وبقلهم شو لازم يعملوا بهيدا النشاط وهن بيقدروا يشتغلوا عليه. وبعد كمان شغلة انه بقدر اكبس على grid، فبقدر اخلق grids اذا مثلا بدهم يرسموا graph او اذا بدهم يستخدموها لحيلا شي يفرجوا شغلهم بالماث، فيني كمان اخلق grids. وهيدا مثل ما شايفين هون هي الجرافيك كالكوليترز بس للصفوف الأصغر. يعني ما فينا نخلق عليها جراف، فينا استخدمها لأحسب مثلا أرقام أو أشياء تانية. أما إذا منفوت على الكابري المش إكسبرس التانية بقدر من خلالها أخلق إكويجنز مثل ما شايفين هون. فينا مثلا حط 2x plus 4 equal 7، وفينا حتى كمان أخلق سلايدرز ومن خلالهم بقدر أعمل جراف للماث. مثلا رح نقي واحدة 5، واحدة رح حطها مثلا 4، والثالثة رح حطها for example 2. رح نزلها أول شيء من 5 للـ2، وهون بكبس على ال y equal وبحط 5 sin وبفتح quotations وبحط 4. فينا أعمل equations اللي أنا بدي إياها، so بيطلع عندي 5 sin 4x plus 2، بتبين عندي الجراف.
فيني جرب كتير equations، فيني أعمل sine, cosine, tangent، يعني حيلا equation أنا عندي إياها بقدر أطلب من التلاميذ إنه يخلقوها من خلال هيدي الأداة. وفيني حتى أعمل graph كتير عادية، مثلاً y equal 2x مثلاً، بقدر شوف شو هن النقط اللي بيقطع فيهم هيدا الخط وأكتبهم. يعني هيدي basically الأداة بتساعد كتير التلاميذ اللي عن جد بحاجة لسبورت أو مساعدة إنه يقدر يشوفوا الأشياء بصريا او فيجولي. والفولدرز اللي شايفينهم فوق اللي حاطين ارو طلوع وارو نزول، اذا بكبس على اول وحده بقدر فوت صور او استعمل اشياء فيها، واذا بكبس على اللي حدها بقدر بكون انا عم بعمل داونلود لهيدي الجراف اللي انا هلا رسمتها، وبقدر ابعتها مثلا اذا التلاميذ بدهم يبعتوها للاساتذه بهيدي الطريقه. هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف على غير اونلاين تولز بالفيديوز اللي جايين.